ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية التزامهم بهذا القرار ووقف العمليات القتالية على جبهات سريكانية رأس العين وتل أبيض، إلا أن عمليات الاحتلال التركي لم تتوقف وبقيت مدينة رأس العين محاصرة حتى منع الاحتلال التركي إجلاء الجرحى من المشفى ويمنع حتى الآن مغادرة أي شخص للمدينة. فالعملية العسكرية التركية التي بدأت بشن عدوانها منذ 9 أكتوبر الحالي بحجة إقامة منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا خلفت الكثير من الدمار وهدم بيوت السكان المحليين واستهداف البنية التحتية، حيث استهدفت محطات الكهرباء ومؤسسات المياه والأفران، كما راح ضحية هذا العدوان حتى مساء أمس 235 شهيد بينهم 22 طفلا و677 جريحا، إصابات معظمهم بليغة، وتشير بعض التقارير الطبية إلى وجود حالات حروق غير معروفة تستدعي التحقيق من جانب الجهات الدولية المختصة بالأسلحة المحرمة دوليا. نود أن نعرض لكم هنا بعض الصور والوثائق التي توثق الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الآمنين. محمد حيدر العمر 13 عام، الإصابة في 15/10 رأس العين، يشتبه بتعرضه لسلاح محرم دوليا. هذه صورة محمد، آثار الحروق تظهر بشكل واضح، وهذه الحروق تتضح أن هناك سلاح محرم دولي استخدم في هذه الحرب اللعينة طبعا، وهذا يستدعي وجود لجان تحقيق في هذه المنطقة من أجل معرفة نوع السلاح الذي استخدم في هذه الحرب، ونتيجتها تعرض المدنيين والأطفال إلى حروق بليغة، وهذه بشهادة الطواقم الطبية والنقاط الطبية في كل الأماكن التي استقبلت هكذا حالات. قرية مشرافة سريكانية قصف طيران بتاريخ 18/10/2019 وتم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض. طبعاً هذه صورة لقرية مشرافة يظهر مدى حجم الدمار والخراب الذي حصل لهذه القرية، وكيف يمكن الحديث عن منطقة آمنة في ظروف كهذه، دمار وخراب ونتحدث عن منطقة آمنة. إذن حجم الدمار واضحة بهذه الصورة، هناك جثث عديدة انتشلت من تحت الأنقاض. أيضا هذه صورة أخرى لقرية مشرافة توثق بقايا الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض. إصابة العديد من الأشخاص وبينهم عسكريون في 16/10/2019، وأيضا أغلب الظن أنها أسلحة محرمة دولية، وهذه أيضا صور للحروق التي تظهر بشكل واضح على أجساد المدنيين كانوا ولا مقاتلين، لأن الحروق تظهر بشكل واضح في هذه الصور. نتوجه بالشكر والتقدير للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي وكل من وقف ضد هذا العدوان السافر، كما أننا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أولاً القيام بواجبها تجاه هذه الكارثة الإنسانية وممارسة كافة الضغوط لوقف وإنهاء الاحتلال التركي، إرسال مراقبين دوليين بهدف الحفاظ على إعلان وقف إطلاق النار المؤقت وجعله دائماً، بما يفضي إلى انسحاب كامل للجيش التركي الذي ارتكب مع المسلحين التابعين له جرائم إبادة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم، إرسال بعثات مختصة للتحقيق في جرائم التي تم توثيقها وأكدتها التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية